السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أبنائي، أنا عم محمود. سنتعلم اليوم فائدة جديدة، هيا بنا لنبدأ. بسم الله. أبنائي وبناتي، أحييكم اليوم من مكة المكرمة، هذه المدينة التي شرفها الله سبحانه وتعالى على سائر المدن حتى نؤدي مناسك الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله على المسلمين مرة واحدة في العمر. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بإعادة بناء الكعبة لتكون مكانا للموحدين لله تعالى، فيجدون فيه الأمن والسلام، كما أمر الله إبراهيم عليه السلام بتطهير بيت الله الحرام من الأصنام والأوثان والبدع والضلالات. وبعد اكتمال بناء الكعبة وتطهيرها، أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن ينادي في الناس بالحج ويدعوهم إلى زيارة بيت الله الحرام، فامتثل إبراهيم لربه ونادى في الناس بالحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقد جعل الله المؤمنين يستجيبون لنداء إبراهيم عليه السلام ملبين لبيك اللهم لبيك، فيأتون إلى بيت الله الحرام مشيا على أقدامهم أو ركوبا على الإبل الضامرة من طول السفر وبعد المسافة، واليوم يركبون السيارات والطائرات للذهاب إلى مكة المكرمة. وفي موسم الحج يجتمع المسلمون من كل أنحاء العالم في وقت واحد وفي مكان واحد، يؤدون مناسك الحج ويدعون الله ويستغفرونه من الذنوب كما يتعارفون ويتآلفون. فهذا المكان لا يفرق بين غني أو فقير أو جنس أو لون أو لغة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لهذا فالحج من أعظم الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر بها الذنوب ويكفر بها الخطايا. أما مناسك الحج، أولا الإحرام والنية، فإننا إن أردنا أن نحج يجب علينا أن ننوي الحج وأن نحرم بأن نغتسل ونتطيب ونلبس إزارا على الوسط ورداء على الكتف. أما المرأة فتلبس ملابسها الشرعية التي أمرها الله سبحانه وتعالى بها. ويبدأ الحج بالتلبية، فنقول لبيك اللهم حجا، ثم يلبي مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية. ولا يجوز للمحرم والمحرمة أن يأخذوا شيئا من شعرهم وأظفارهم، أو يقتلوا الصيد، أو يعقدوا الزواج، ولا يجوز أيضا التطيب، ويحرم على المرأة لبس النقاب أو القفازين، لكنها يجب عليها أن تستر وجهها إذا مر بها الرجال. ويحرم على الرجل دون المرأة لبس المخيط كالقميص أو البناطيل أو لبس الجوربين أو غيرهم، كما يحرم عليه تغطية الرأس. من المناسك طواف القدوم، فإذا قدم الحاج يطوف حول الكعبة 7 أشواط. ومن السنة تقبيل الحجر الأسود دون مزاحمة، فإن لم يتمكن الحاج لمسه بيده واكتفى بالتكبير عند محاذاته، وللحاج أن يدعو بما شاء أثناء الطواف. وبعد الانتهاء من الطواف يصلي الحاج 2 ركعة خلف مقام إبراهيم،
ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم، ثم يذهب إلى الصفا والمروة فيسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط حتى يكمل هذه 7. وبعد ذلك في يوم 8 من ذي الحجة يسمى يوم التروية، يذهب الحاج إلى منى للمبيت بها، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهو فجر يوم عرفة. وبعد منى يذهب الحاج إلى عرفة للوقوف بها، وعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، وعلى الحاج أن يبقى في عرفة حتى غروب الشمس، فبعد غروب الشمس يتجه الحاج إلى مزدلفة للمبيت بها، فيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. وبعد ذلك بعد طلوع الشمس يذهب الحاج إلى منى لرمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، وبعد ذلك يقوم بحلق شعره وذبح الهدي، فإما أن يحلق شعره كاملا أو يقصره، وبعد ذلك يتجه مرة أخرى إلى مكة إلى المسجد الحرام هنا ليطوف حول الكعبة، وهذا يسمى طواف الإفاضة. ويعود الحاج إلى منى ليقيم فيها أيام 11، 12، و13 من ذي الحجة، ويرمي في كل يوم الجمرات 3 جمرات ب7 حصيات لكل جمرة، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم إذا فرغ الحاج من كل هذه الأعمال المسجد الحرام ليطوف 7 أشواط طواف الوداع، ثم يصلي 2 ركعتي الطواف ويشرب من ماء زمزم ويدعو الله سبحانه وتعالى بالقبول والغفران، وبذلك يكون قد انتهى موسم الحج. بارك الله فيكم ونفع الله بكم يا أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، هنا نتوقف ونلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، لنستكمل ما شرحناه عن أركان الإسلام 5. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو. نلتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.